يرادقها، ولعظم الظلم ولفداحة الظلم. نشوف الحسين دعا على قاتله بأن يحشره الله مع الظالمين. شوكت هذا لما سقط الحسين على الأرض. الحسين لما طاح بالأرض ما مو رأسا قتل، لا، ظل 3 ساعات من النهار. دول كتاب الطف، مؤرخ الطف يقولون الحسين سواله فرد مرتفع، جمع الرمل وحط صدره على الرمل حتى يرتفع جسمه لأن النبال تشكه ولا يقوى على سحبها من جسمه. مو استغرقته الجراحات، شو تقول العبارة؟ تلاحظ عبارة المؤرخين، كان مقدمه الشريف كهيئة القنفذ. يعني هاي كسر النبال. رحم الله السيد يقول تقع السهام على القنا، ما لم يكن بين الأشنة والأشنة موضع، لله شخص فيه 1000 جراحة ضربا وطعنا، كيف لا يتقطع قد ضم قطريه الطعان، فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع. فلما وقع بها الهيئة كان وين يوزع بصره؟ يوزع بصره مرة إلى الجيش ومرة إلى عائلته، ويسمع أصوات العائلة تتلاعى داخل المخيم، ويصل إلى سمع صوته، ويا عزيز عليه، صوت أخته زينب: يا ابن أمي يا حسين نور عيني، يا حسين أخي إن كنت حيا أدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. يتراكضن إلى الحامي، وهل يملك الثاوي على الترب انتصارا؟ الحسين وصل إلى الصوت، مو ما وصل، لا وصل له، لكن ما يقوى على الحركة، أراد أن يقوم سقط إلى الأرض. نهض ثانيا وقع، نهض ثالثا وقع. التفت إلهم قال لهم: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، ارجعوا إلى أحسابكم، كونوا أحرارا في دنياكم، كونوا عربا كما تزعمون. ولك وين غيرتكم أنتم؟ وين تاريخكم؟ أنا الذي أقاتلكم قاتلوني. انكفأت عليه الخيل والرجال. اجى لي مالك ابن اليسر الكندي، رفع السيف، ضرب الحسين ضربه، اطبق بها حاجبيه على عينيه. هل عاد التفت له؟ قال: لا اكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، لم حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي؟ عند ذلك هجمت الخيل على المخيم، من بعد ما أطبق جفن الحسين هجمت الخيل والرجال، ما تركوا على ظهور العلويات من ملاحف.